عندي طويلات البيع فيها القارة والحلوى فرس الدرب ديال الجامع، جمعت المشاعيل ديالي في الساك ماشي بحالي للدار، تقبطوني تيقريسيوني ثلاثة بهم طوال، وفاش تقريسيت مشيت لعند المخزن دا الديكلاراسيون مازال ما كاين حتى شي حاجة، تقريسيت مع الوحدة ونص ديال الليل قدام الجامع في الباب ديال الجامع، زيت تخلو في البيبان ديال الجامع، وفاش تكريسيت هما هربوا وانا مشيت لعند المخزن، ومازال ما دار شي المخزن مازال تيقلب عليه. لا من التمين ما تعرفهم ما تعرفوني، من التمين واستغلوا ديك الاخر ديال الكمامات، كلهم ضاربين الكمامات حتى العيني. عندي ما ندير شنو غدير، واش ثلاثة بهم شنو غدير، بقات نضرب على راسي انا، قاعد انا تنجبد الساك وما تيجبدو، تقطع اليد ديال الساك هزوه وهربوا، كاين ما تقدر لا نخدم لا والو، واللي يخدمك راه ما تيعطيك حتى ريال، تيقول لك واش انت ديال الخدمة. نحس قصير و تيقول لك واش انت ديال الخدمة. واش تحس؟ تنحس بالحقرة وتقول علاش انا ما دانيش الله طويل. هذا هو تنطلب من الاخوان يتعاونوا معانا. بينا جوج قصار انا وثلاثه خوتي قصار واربعه طوال، حسيت براسي تظلمت، وكان كنت قدر نضرب وهادي كاع ما يديو لي رزقي انا. بوليس فاش مشيت عندهم قالوا لي مالك تترعد باش نجيبو لك لابينونس، تقول الناس اللي يشوفوا هاد الفيديو يتعاونوا مع اخوهم المسلم.